بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بفضل الله هنعمل الجدول اللي بعد كده وهو الامبلوي. هاخد الجملة دي كوبي زي ما هي كده واحطها هنا بيست. هغير طبعا اسم الجدول، هيبقى امبلوي. ده بقى الامبلوي اللي بجد، مش امبلوي التجارب، ده امبلوي بقى نشتغل عليه على البروجكت بتاعنا ان شاء الله. طيب فهنا هيبقى ده امبلوي اي دي انت برايمري كي ماشي، وده هيبقى امبلوي نيم 100 ماشي. هنزود بقى بيانات تالي، ده يبقى مثلا ايه، شيل ده خالص، خد ده كوبي حطه هنا ايه بيست. خلي ده مثلا سيتي اوكي، وخلي مثلا ده طبعا السيتي كفاية عليها 50، وده مثلا خليه سالري، سالري فانت تمام. طيب نظبط بقى البيانات اللي انت عايزها. المهم ادي السيتي وادي، او خليها ادرس بلا سيتي، خليها ايه ادرس، تبقى عامة ادرس وادرس، لا ادرس بقى 150. طيب اوكي، هنا بقى شغلنا هيكون ربط مع الديبارتمنت. هو شغال فين؟ ربط مع الديبارتمنت، هو شغال فين؟ الموظف ده شغال في انهي قسم؟ فطبعا هبدأ ان انا اقول له ديبارتمنت، ديبارتمنت، ديبارتمنت اندرسكور اي دي اوكي انت. خلاص ده كده الحقل، انت زي الديبارتمنت اهو، ده كده ايه الفورين كي. اربطه بقى، اربط الفورين كي. يبقى انا هقول له هنا فورين كي ايه، هو اللي هتعمله فورين كي، هو الديبارتمنت اي دي اللي عندي هنا، ديبارتمنت اندرسكور اي دي ده اللي عندي. خلاص ريفرنسز مع جدول الديبارتمنت، الحقل اللي هعمله فيه هو الديبارتمنت اي دي اللي جوه الديبارتمنت، بس كده. ده كده ربط ومفيش كومه، لان ده اخر حاجه هعملها في الجدول. فده كده ايه الجدول اللي عندي تمام. وادي ايه سيف تمام. طيب لغايه كده بفضل الله تمام قوي. تعال نجرب بقى هذا الايه الكلام، تعال نشوف كده الربط مع الشغل مع الكلام ده كله ايه النظام يعني. ادي تشغيل. طبعا انا هنا لغايه دلوقتي مفيش عندي الامبلوي، مش موجود مفيش. فخلينا ندوس على كرييت تيبلز، قال لي دن. خلينا نيجي هنا نعمل ريفرش اوكي. بفضل الله تم اضافه الجدول، وادي الايه البناء بتاعه متظبط، واضح ان ده فورين كي اهو. طيب خلينا نبص على الربط اهو، مربوط مربوط اهو تمام صح كده، بفضل الله تمام اوي كده اوكي. يبقى انت كده عندك الجداول ماي يوزرز عشان نعمل دخول على البرنامج او البروجكت، وعندك ديبارتمنت الاقسام اللي بيشتغل فيها ايه موظفين. كده احنا عملنا ايه تلات جداول في البروجكت بتاعنا. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما
انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.